وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من أبو ظبي صلاح الجنيبي، خبير في العلاقات الدولية وشؤون مجلس التعاون. رحب فيك سيد صلاح، وبداية يعني ما مدى أهمية هذه القمة في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون، والأهمية التي يمثلها المجلس اليوم إقليميا ودوليا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم وبالسادة المشاهدين كذلك من خلف الشاشات. كما يسعدني في البداية أن يعني نقوم بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة العيد الوطني 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك أصحاب السمو الحكام. والأكيد أن جميع قمة مجلس التعاون تشارك هذه البهجة تشاركنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. عطفا على البيان الختامي الذي صدر في الكويت، مجلس التعاون الخليجي يعني نشأ متينا وازداد صلابة ومتانة عقب كل قمة حقيقة، وهناك مخرجات إيجابية التي تهم المواطن الخليجي امتدت أبعادها إلى يعني التطلعات الإقليمية كذلك. اليوم نشاهد نحن مجلس التعاون الخليجي الأكثر نجاحاً بين الكيانات، على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوراسي أو الاتحادات الأخرى. مجلس التعاون الخليجي أثبت جدارة ومتانة ومخرجات إيجابية على مر هذه الأوقات. نعم. مما حدا بباقي الدول أن تلجأ إلى قمم مجلس التعاون لإيجاد الحلول في الملفات الإقليمية الشائكة. نعم. اليوم نجد البيان الختامي يحدد يعني بعض الملامح الإقليمية، وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. يعني المجلس يعني انعقد حقيقة في ظروف بالغة التعقيد على الملفات الدولية وصعبة، وتطلع إلى نقل المنطقة من مسألة الحروب إلى مسألة تعزيز الاقتصاد وجلب الاستثمارات الأجنبية. تعزيز الأمن هو الهدف الأول، تعزيز الاقتصاد في هذه الدول هو سر نهضتها، كذلك تمكين الشباب وتمكين المرأة. نعم. من الملفات التكنولوجية، بناء المنظومة الذكية التي تواكب المعايير العالمية. نلاحظ أن دول الخليج قد نجحت بإنجاز العديد من هذه الملفات بنسبة تتراوح ما بين 95% إلى 100%. نعم. اليوم دول الخليج أصبحت يعني مهدا للشركات، كبرى الشركات العالمية التكنولوجية. نعم. التي يعني تنتج ما يسمى بمنتجات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التكنولوجيا الرقمية. نعم سيدي. نعم، من أبو ظبي صلاح الجنيبي، خبير في العلاقات الدولية وشؤون مجلس التعاون، شكرا جزيلا لك.